antidote administered. لنكمل اليوم الجزء الأخير من سلسلة هل النباتات عاقلة؟ وفي نفس اليوم دخل الأشخاص الذين نفذوا مهمات مختلفة في القاعة الأولى إلى القاعة الثانية واحد تلو الآخر، فلم تسجل النباتات أي ردة فعل ما عدا عازف الموسيقى، حيث سجلت النباتات ما يشير إلى الارتياح، مع أن هذا الشخص لم يعزف الموسيقى سوى في القاعة الأولى فقط، لكن هذه النباتات تعرفت عليه مباشرة. لكن عندما دخل الشخص السادس إلى القاعة راحت الأجهزة ترسم خطوط بيانية عنيفة رعب، مع العلم أن هذا الشخص لم يكن يحمل في يده أي مقص أو أي شيء يسبب الخوف. يبدو أن النباتات عرفت أنه هو الشخص ذاته الذي قام بقص الأوراق من النباتات الموجودة في القاعة الأولى. كيف تعرفت عليه رغم تلك المسافة الفاصلة بين المجموعتين المنفصلتين من النباتات؟ هناك نوع من الأشجار المعروفة في أفريقيا والتي يبدو أن أوراقها هي طعام مفضل عند الزرافات، لكن الغريب في الأمر هو أن لديها حساسية خاصة تجاه الحيوانات، فعندما تقترب منها مجموعة من الزرافات وتبدأ بالتهام أوراقها يتحول طعم الأوراق خلال ربع ساعة إلى طعم مر مثل العنقم، فتنفر منها الزرافات وتذهب بعيدا. لكن الأغرب من ذلك هو أن الأشجار المجاورة التي تتواجد على بعد كيلومتر تقريبا من الشجرة المعنية يتحول طعم أوراقها إلى مرارا أيضا، فتضطر الحيوانات إلى الانتقال إلى مكان آخر بعيد جدا. هل هذا تخاطر؟ وعي نباتي؟ أم الاثنين معا؟ في الخمسينات من القرن الماضي أعلن عالم النباتات الهندي الدكتور تي أس سينش من جامعة أناماليال في الهند أن النباتات تتأثر بالموسيقى، حيث أنه يمكن أن تلعب دورا مهما في عملية النمو عند النباتات. وأقيمت عدة اختبارات لمعرفة أي نوع من الموسيقى هي مناسبة لمزاج النباتات. وفي عام 1970 قام طبيب أسنان اسمه جورج ميلستاني بتوزيع أول أسطوانة موسيقية بعنوان موسيقى لنمو النباتات، وأكد أن عملية سماع النبات لألحان معينة قد تساعد في تسريع نموها أضعاف المرات. أما الحقيقة الأكيدة التي توصلت إليها التجارب التي تدرس تجاوب النبات للموسيقى هو أن النبتة تنمو مع الأيام نحو مصدر الموسيقى الكلاسيكية الهادئة، بينما تنمو بعيدا عن الموسيقى الصاخبة مثل الروك، وقد تذبل أحيانا وتموت. قام مارسيل فوغلي بنفس التجارب التي نفذها باكستر ولاقت جميعها النجاح، فتوصل إلى استنتاج مثير يقول أن هناك طاقة حياتية، قدرة كونية، تحيط بالكائنات الحية وتتقاسمها جميع الكائنات الحية بما فيها الإنسان. وقال في كتابه حياة النباتات السرية: هذه الوحدة الكونية هي التي تؤدي إلى إمكانية وجود حساسية متبادلة تجعل هذا التواصل بين النباتات والإنسان ممكنا، وليس هذا فقط بل تمكن النباتات أيضا من حفظ هذه العلاقة في ذاكرتها. تستطيع النبتة معرفة أي نوع من النمل الذي يسرق رحيقها، فتغلق المنافذ المؤدية للرحيق عندما تشعر بوجود هذا النوع من النمل في الجوار، وتتفتح عندما يوجد كمية كافية من الندى على ساقها، مما يشكل عقبة في عملية تسلق النمل. أما شجرة الأكاسيد مثلا فهي تكافئ نوع من النمل بالسماح له بتناول رحيقها مقابل خدماته التي تتمثل بالدفاع عنها ضد الحشرات المؤذية، وكذلك بعض الحيوانات العاشبة التي تقترب من الشجرة.
هذه العلاقة التصميمية بين النباتات والكائنات الأخرى التي تعتمد على الخدمات المتبادلة مألوفة في الطبيعة المحيطة بنا جميع الشعوب الفطرية البدائية بمفهومنا العصري التي لا زالت تعيش بانسجام تام مع الطبيعة مثل هنود أمريكا الشمالية وهنود الأمازون وسكان أستراليا الأصليين وسكان الكالهاري في أفريقيا البومان وغيرهم من الشعوب الذين في طريقهم إلى الانقراض تقوم تعاليمهم التقليدية على تشجيع أبنائهم لاحترام الطبيعة والتواصل معها وربما هذا هو السبب وراء حقيقة أنهم يحققون معجزات علاجية أحيانا في طب الأعشاب يقول جون كايهود وهو رحال قام برحلات عديدة حول العالم ولقاء الشعوب البدائية لقد وجد الجواب أخيرا لسؤال راوده لسنين طويلة وهو في الحقيقة يراود الكثير منا ما هو المصدر الأساسي للطرق والأساليب العلاجية المختلفة بين أطباء الأعشاب الذين توارثوا هذه المهنة عبر العصور فإذا سألت أحد أطباء الأعشاب التقليديين كيف تعرف أن هذه العشبة أو النبتة هي الدواء المناسب لمرض أو داء معين؟ يكون جوابهم لا نعلم فلقد توارثنا هذه المعلومات والتقنيات من أسلافنا القدماء جيلا بعد جيل حتى وصلت إلينا وكل ما نعرفه هو أن هذه الأعشاب هي أدوية فعالة ضد الأمراض بينما كان جون كايهود يجوب الأدغال الأفريقية مع فرقته الاستكشافية توجهت امرأة وهي إحدى أفراد الفرقة نحو إحدى الأشجار وقطفت بعض من أوراقها وراحت تمضغها في فمها لبعض الوقت ثم وضعت الأوراق الممضوغة على عيونها كانت تعاني من مشاكل في العيون فسألها كايهود إن كانت تعرف هذه الطريقة من قبل فقالت إنها لا تعرف شيئا عنها فصدم كايهود من جوابها حيث يعلم أنه هناك الكثير من الأشجار السامة في تلك الغابات فقال لها مؤنبا أن هذا الفعل قد يسبب لها الأذى الكبير إن لم تكن تعلم ماذا تفعل فكان جوابها لدي إيمان مطلق بهذا العلاج فقد أوحت لي تلك الشجرة ذلك لا أعرف كيف لكنني متأكدة من أنها فعلت فطلب كايهود من دليله الأفريقي أن يتعرف على نوع الشجرة واحتفظ ببعض من أوراقها ليدرسها عند عودتهم إلى المخيم وعند عودتهم قاموا بالبحث في الموسوعة النباتية عن معلومات حول هذه الشجرة ووجدوا أن اسمها العلمي هو سلفير تمرناي وراحوا يقرؤون مواصفاتها وميزاتها وغيرها من معلومات حتى وصلوا إلى ما فوجئوا به تقول إحدى السطور لهذه الشجرة استخدامات كثيرة بين الشعوب الأفريقية ولأوراقها طعم مر وكانت الأوراق تؤخذ كدواء للإسهال ويمكن لها أن تستخدم كمطهر للعيون أما تلك المرأة فقد شفيت عيونها تماما في اليوم التالي هل هي صدفة أم معجزة أو أنها عملية تواصل طبيعية مع النباتات والتي تحدث عنها القدماء ذلك التواصل الذي نحن حرمنا منه كبشر متحضرين بسبب ضجيج الحياة العصرية وأسباب كثيرة أخرى والسؤال الذي يظهر مباشرة في أذهاننا يقول هل يمكن أن نكون قد فقدنا تلك القدرة إلى الأبد القدرة على تحسس واستشعار تلك النغمة الخفية في الطبيعة كهمسات النباتات الأشجار من حولنا نبتة آكلة للحوم هذه صورة تمثل ورقة لنبتة فينوس آكلة الحشرات فينوس فاليترب هذه الورقة المؤلفة من جزئين مشابهة لفكين ذات أسنان تبدو هذه الورقة في البداية مكان آمن وجذاب لهبوط الحشرات أو الكائنات الأخرى لكنها في الحقيقة ليست سوى فخ محكم يستحيل الإفلات منه يظهر في الصورة الضفدع مسكين زلت قدمه بالخطأ إلى هذا الموقع المميت بعد أن أصبح في الموقع المناسب قامت النبتة بإطباق فكيها عليه بإحكام ويصعب عليه الإفلات بسبب الأشواك المتشابكة التي أمسكت به من الجانبين
تقوم بعدها النبتة بالتأكد من وجود مادة البروتين في جسم الفريسة عن طريق أعضاء حسية خاصة، وإذا نجحت في اكتشاف هذه المادة تحكم قبضتها على الضفدع، ثم يبدأ سائل يحتوي على أنزيمات هضمية بالتدفق وتبدأ عملية هضم الفريسة. ولا داعي لشرح باقي القصة. النبتة الخجولة. هذه النبتة حساسة جدا لدرجة أنها تتجاوب مباشرة مع أي محاولة للمسها أو الاقتراب منها أحيانا، فتغلق زهرتها عند تعرضها للمس. تذكروا أنه ليس لها دماغ ولا جهاز عصبي، فكيف تدرك وتشعر ومن ثم تتجاوب حسب الحالة بسرعة كبيرة؟ نحن لسنا وحدنا. هل تعود أهمية الأحراش والغابات إلى كونها مصدر الأكسجين فقط؟ لابد من أن لاحظتم الفرق بين السير في أرض جرداء والسير بين الأشجار. ذلك الشعور الذي يصعب وصفه، لكنه هناك. لقد شعر به المتأملون والمتصوفون والروحانيون والأدباء والموسيقيون وغيرهم من مبدعين. جميعهم أجمعوا على أن هذه البيئة هي مناسبة لأعمالهم الفكرية المختلفة. هل يمكن أن تكون هذه الكائنات مصدر الإلهام أيضا؟ مصدر الحكمة. عاشت هذه الأشجار العملاقة طفولتها منذ أكثر من 2500 عام، فكان من تجارب وأحداث وخبرات حياتية مختلفة قامت هذه الكائنات بتخزينها في ذاكرتها العظيمة عبر هذه المدة الزمنية الطويلة. هل كان مصدر الحكمة التي تمتع بها متصوف الأدغال هو من هذه الكائنات الجبارة التي فاقت خبرتها خبرة الإنسان؟ علماء صادقون وباحثون أحرار، فقط من سوف يرسمون هذه الحقائق يوما ما؟ Antidote administered.